الو، ايوه يا بنتي، تعبت قوي النهارده. رحت للدكتور قال لي الحمد لله يا حاجه، وخدت نفس ومحاليل ورجعت روحت اهو، اعمل ايه طيب؟ ما انا قاعده لوحدي. كل ده يطلع منك، كل ده ذهب، ده انت رجل بره ورجل جوه، كل ده حيلتك. روح ساعة قومش ممكن. حلو، راح فين؟ هو ايه ده؟ أعوذ بالله. وده ما أقول لي. الراجل ده شايل ايه ده؟ بتجيب رقمك حلو. امشي ولا وانا اقول لك امشي ولا فاكرني هخاف منه؟ ايوه يا ريس، في حاجه ولا ايه؟ لا دول نسمع عليها بس. ما انت مالك عامل ليه كده؟ انا عندي نور برد. طب ناقصك حاجه؟ حبيبي حبيبي يا محترم. سلام حبيبي. مش عارف بيعمل ايه في الجو ده اللي احنا فيه ده والوقت ده. قطمت وسطي. يلا كله هنا عشان شوية الصيغة دي. يا عايشة ميتة أساسا. الذهب أكتر إغراء للحرامي. عندك ذهب ربنا يزيدك، بس ما تمشيش بيه في أي وقت. عندك مناسبة البسيه، لكن ما تخليش نفسك مطمع لأي كلب. يلا حاجة نادية اصحي. حاجة نادية انت متي بجد ولا ايه؟ ما تصحي قطعتي نفسي. خد شوية الصيغة بتاعتك. الناس دي بتشقينا. وانت جايبة الصيغة دي كلها من ايه؟ من جواهرجي هاني السندريسي. اللهم صل على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لكم يا جماعة، الذهب بيغري حتى لو ذهب صيني.